ولكن الآن إلى موضوع علم الطاقة أو الفانك شوي، حيث تعتبر الحديقة المنزلية جزءا مهما عادة من المنزل، وتعد متنفسا لأفراد الأسرة لقضاء وقت ممتع معا وأيضا مع الأصدقاء. لابد من اختيار وتنسيق الحديقة المنزلية بحسب علم الطاقة، ولبعض النصائح تنضم إلينا في الاستوديو خبيرة في علم الفونغ شوي لنا كوريا. أهلا بك لنا. يعني تبنا نعرف منك طبعا شو هن أهم الأشياء اللي لازم نخدها بعين الاعتبار لما نجي نصمم حديقتنا على طريقة الفونغ شوي. هلأ بالخطوة الأولى لحنا فينا نقول إنه حجم الحديقة ما كتير بيأثر إذا كانت كبيرة أو صغيرة، لحنا اللي بيهمنا إنه كيف توزيع العناصر الخمسة يكونوا موجودين بالحديقة. يستحسن دائما بالبداية إذا نحن الاختيار بإيدنا أنه يكون القسم الأمامي من الحديقة أصغر من القسم الخلفي، لأنه دائما الممر للبيت من الحديقة لا يستحسن أنه يكون كتير طويل، أو إذا كان طويل بنفضل يكون شوي عريض ما يكون ضيق، يعني مثل القمع بيسموه شكل القمع، أنه يكون شوي عريض ويكون متعرج ما يكون مستقيم، لأنه بالغابات أو بالطبيعة ما في عنا خط مستقيم. الخط المتعرج دائما بسموه مثل حدائق الزين، بيعمل انسيابية وراحة أكثر وبيخفف الطاقة تفوت بسرعة للمنزل. هي كخطوة أولى. الخطوة الثانية اللي ممكن نشير عليها وكتير مهمة، أنه دائما الشجر اللي بيكون قدام المنزل ما لازم يكون كتير كبير، يعني ضخم بشكل أنه يسكر دخول الطاقة للمنزل، لأنه في أحيانا بعض المنازل نلاقي أنه الشجر كتير صار كبير وما بيقلموه أو بيخلوه شوي، أنه بيحاولوا شوي يصغروا منه. هذا كتير نقطة مهمة. أغلب البيوت العربية في موضوع الخصوصية، وبالتالي يعني أغلب البيوت الحدائق في الشجر الكبير يكون موجود عشان عامل أو عنصر الخصوصية. أنا معك، بس إذا مثلا بيكون على الأطراف على اليمين على الشمال أو من الخلف، بس مو من الواجهة، أنه ما يكون بحجم كبير كتير أنه يسكر مدخل الطاقة. يعني هلا بنشوف في بعض الصور يمكن معروضة أنه كتير كبير بيكون من القدام، هذا بيخلي بيعيق الطاقة شوي تفوت على المنزل. إحنا منجذبه، يعني بيكون شوي مو قصير كتير وأنه يتجذب بشكل حلو. بعدين ممكن نحكي على موضوع المي، وجود مثلا نافورة مي تكون حتى العناصر الخمسة كبيرة، من العناصر الخمسة المي، انه يكون صوتها انسيابي بتعطي راحة وبتعطي كمان شعور بالاستمرارية بالحياة حلوة كثير. قصدك يكون في بركة مي او يكون في، مو شرط يكون مثلا بركة كبيرة، في اماكن تكون حدائق صغيرة ممكن نستعين عليها يعني هيك بعض النافورات الصغيرة، صغيرة موجودة، بس مكانها كمان كثير بيكون مهم. يعني مثلا إذا نحن بعدنا فايتين بالحديقة قفل البيت، أنا مفضل بمكان الصدر يكون موجود مي، لأنه هذا بيطبع لعنصر النار، مش بصدر الحديقة لازم يكون على أطراف الحديقة، على الأطراف يعني. إيه مثلا بالنص على اليسار، أو مثلا إذا نحن فايتين الجانب اليساري اللي هو قسم السروة مسؤول عن السروة، بالصدر على اليسار بيقوي هي الطاقة كتير بتكون منيحة. ممكن بالصدر نحط مثل هون ورد أحمر، بس يمكن هاي من الأخطاء الشائعة، لأنه الأغلبية لما يصمم الحديقة يحط النافورة في النص. لا بالنص معلى بالمدخل، بس مو بالصدر آخر شيء بالصدر، لأنه بالصدر آخر شيء هي المنطقة مسؤولة عن الشهرة، بيكون عنصر النار، مي ونار ما بيكونوا مزبوطين. بنلاقي كتير أحيانا المسابح بيعملوها بخلف البيت بالورا بهالمنطقة، هي ما كتير منطقة مستحبة. بنشوف الصور في عنا عم نشوفها، لكن إيه. الصور طيب لك الهواء كيف لازم يكون، يعني تنصحي لازم موجود. يكون مفتوحة مثلا في حدائق داخلية، بتكون بتنصحي بالحدائق هلا طبعا الداخلية. هي كيف ما كانت الحديقة أكيد تكون حلوة، بس أنا بنصح أنه مثلا الهواء أكيد تتنفس تكون مفتوحة، بس مثلا فينا لحنا عنصر المعدن أو وجود مثلا الإضاءة اللي بالأرض هي كتير مهمة، لأنه بتعمل توازن بين عنصر التربة وعنصر الشجر، وهي من لحنا الإنارة من عزيها للنار، نعم. بتعمل توازن كتير مهم وضروري. والألوان، تنوع الألوان، الورود أو الزهور، إذا عملنا كتل مثل الأحمر والأصفر بقوي الطاقة، الأبيض للهدوء يعني ممكن. وفي مثلا كمان بعض عفوا هاي الصورة مثلا إنه شلون مسكرة على مدخل هاي البيت المثل إيه. وهون الأرض كيف إنه ما أنا مستقيمة، مايلة شوي، في ميلان فيها. في عنا مثلا بزوايا السروة يلي هي نحن فايتين بتكون بأقصى بالصدر بأقصى اليمين، فينا نحط اللون اللي لونه شوي موف.
طيب سريعا بس، يمكن كان في كمان الموضوع انه السلحفاه وعلاقتها كمان بعلم الطاقه، ايش فائده السلحفاه يعني؟ السلحفاه بتعرفي لانه هي من الدرع تبعها بترمز للحمايه وطول العمر وبتعمل القوه، يفضل دائما وجودها بالقسم الخلفي من الحديقه اللي هو قفا البيت. اوكي كثير منيح يعني. طبعا احيانا الناس ما بيكون عندها اياها موجوده، بتمشي كثير السلحفاه، ممكن كمان يحطوا مجسم صغير لها بفيد كمان كثير منيح. ممتاز. سريعا بس نرجع لموضوع الالوان، يعني انت تنصحي بالاحمر والاصفر والابيض؟ طبعا لا، هي كل الالوان حلوه، بس عم بقول هدول الالوان الاحمر والاصفر بالحديقه بيرفعوا الطاقه، والابيض بيعمل هدوء. وننتبه لناحية كمان كتير مهمة، النباتات الشوكية ما نحطها بالممرات، يعني يفضل إذا بنحب تكون موجودة تكون موجودة ضمن بقية النباتات اللي لها أوراق عريضة. نود أن نشكر طبعا خبيرة علم الفنكشوي لنا كوريا، حدثتنا اليوم عن كيفية تنسيق حدائق المنزل حسب علم الطاقة. شكرا لك. شكرا.